صباح الورد. مرحبا. ازيك؟ الحمد لله تمام. وحشتينا. لا انا كمان. سندس، طبعا احنا قاعدين عمالين نتكلم عن الحاله النفسيه اللي بتجينا من الصوره، يعني سواء انا متضايقه او بتصور بتبان في الصوره، سواء انا مبسوطه بتبان في الصوره، كمان الصوره ليها علاقه بان هي ممكن تغير لي مودي. صح. ايه رايك في الحديث؟ هلا هو مزبوط. احيانا اول شيء بعتذر لانه صوتي مفروح. ما الف سلام عليك. هلا اول شيء احيانا الانسان بيكون كثير متضايق او كثير زعلان، بيحاول انه يشوف كيف كان قبل كيف صار بعد. صحيح. يعني انا عن نفسي مثلا بكون متضايقه او زعلانه، فاكثر شيء بتفشش فيه اني اتصور سيلفي، وبعد بس لخلص بتفرج هيك انه طب والله انا لما كنت مبتسمه احلى. بتفرج هيك انه احيانا للانسان انه وقت بيكون معصب كثير متضايق مخنوق من شيء بياخذ صور بوضعيات مضحكه بيحاول يضحك حاله. هلا انا جربتها على اكثر من مره، مو عن نفسي، انا على صعيد حدا متضايق مثلا ممكن صور حالي على سناب بفلتر بيضحك وابعته، وفعلا كنت لاقي رده فعل ايجابيه اللي رفيقتي انه عن جد انا كنت كثير زعلانه وانت كثير ضحكتيني. يعني فالايجابيه بالتصوير انه هي بتلعب دور كبير بالانسان. يعني انت لما بتاخذي صوره قد ما كنت بتتذكري جماليه التفصيل، انت بهذا اليوم كنت متضايقه مثلا، اجى حدا خلاكي تنبسطي تفرحي، فهذا الشيء بيخلي للانسان مثل ما بيقولوا الانرجي تبعيته الطاقه ترتفع. صحيح. سندس، يمكن كمان سمعنا قبل فتره كثير ناس بتقولك انه ابتسم لانه العقل ما بيقدر يميز الابتسامه الصادقه من الابتسامه اللي انت عم تصطنعها. اذا كنت حزين ابتسم لانه مخك رح يترجمها على انك سعيد، رح يضخ هرمون السعاده بالجسم. فابتسامك للسلفي حتى وانت متضايق ممكن تاثر عليك بشكل ايجابي. قد ايه هذا الشيء بتحسيه صح، انك انت لما حتى تيجي تصوري سيلفي وبتبتسمي لها تدريجيا بتحسي انه مودك بلش يتحسن للاحسن؟ هلا شوفي، على صعيد التصوير اكيد رح يكون في عندك مود كثير عالي، انك لما انت حتكوني قلقلكي باي شغل بتشتغلي باي مكان بيقولوا لك ابتسمي مشان تعطي طاقه ايجابيه للشخص اللي مقابلك. فعلى طول ودائم هذا الشيء. يعني انا بحكم انه بشتغل مثلا ريسبشني على بعياده، فدائما لازم اكون مبتسمه. ياما جاي لعندي اشخاص زعلانين متضايقين، لما بيبتسم بالعكس عم تجي هي بتقلك انت عن جد غيرتي لي من نفسيتي. فنفس الشيء الصوره لازم تكوني مبتسمه لتعطي طاقه للشخص اللي عم يشوفك. يعني انا مثلا لما بشوف منى على الفيسبوك احيانا بكون متضايقه، بتطلع بالصدفه صورتها تكون مبتسمه، وهذا انه يا الله. يعني هلا ممكن ما حدا يعرف شو في بداخل الانسان، بس هو بيبتسم ليعطي ايجابيه لكل الاشخاص اللي حواليه. ما هو انت عارفه كيف سندس، من الطريف انه بيبقى البيت كله ضارب وضرب بعضه، بس تيجي وقت اللقطه التصوير على طول بيعملوا لك الحركه هي، انه كله هي لا ارادي، هي لا ارادي تبرمجنا عليها من لما صارت السوشيال ميديا دخلت عليه. مزبوط. بس تعرفي سندس عملوا دراسه بيقول لك انه الشباب نحن اوكي بنميل للضحك بالتصوير كسلفي، والبنات بيميلوا لعدم احكي لك انا رح ابرر لك، لانه الابتسامه بتخلي الانف يفرش والبوز بلم الانف، فالبنات بتمدوا هذا الشيء. لا احيانا بس الشباب كمان ما بتزبط معهم ابتسامتهم، يعني هيك يكون هيك انه انا عم بتصور، اما نحن هيك تطلع بطريقه عفويه. انت دفعت هيك اسمك يا سندس دفعتي عنهم يعني؟ طبعا. لا 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 تعالوا صفي ايهاب. سندس شو المشكله؟ ايام في كثير ناس بتقول لك انا ما بطلع حلو بالصور. هلا بصراحه هي اكثر مشكله، انا كثير 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 هن بيكونوا كثير حلوين شكلهم بالطبيعه الناس كمان. كلها انه بيجي بصورها قبل ما صورها بدي اقول لي كيفك شو اخبارك بدي سيشن كذا من هالكلام. لا اوكي طيب، بس انا ما بطلع حلو بالتصوير. طب ليه دهقت لي اذا بطلع حلو التصوير؟ بيجي بقى انا بحاول اقنعها. هلا هي طبعا بتنقل لي فورا الطاقه السلبيه فورا دغري، بيجي بقول لها طيب اوكي ما عليكي انا بطلعك حلوه. احيانا مثلا بتجي بتصورها خلصت اللي لا ليكي الصوره كانت كثير حلوه بس انا حاسه حالي مو حلوه. طب انت صوره حلوه مو انت هذا اللي بدك اياه، طب انت ليه لا تحسي خلص ريحي لي احساسك انا اللي عم بشتغل بالصور. يعني فهي بتحسها من النوع الناس كلها انه هن شايفين حالهم او مثلا سمعانين من اشخاص صورتك ما انا حلوه انت مالك طالعه حلوه بالتصوير بس كذا. بس في عن جد في ناس بتطلع مش حلوه بالصور. هلا هو في بس هي النسبه القليله ما بنزعلها. يعني بيكون كثير حلو البنت او الشاب بيكون كثير مهضوم يعني بس صوري. كلامك صحيح ايهاب، كلامك صحيح. انا في الصور بيقولوا لي انت شكليا بتفرق كثير،
انت على الواقع ما شاء الله يعني اوكي منيح على الصوره ما انت دفش تصوير شوف الانستغرام شوف الانستغرام طبعا ما في صوره كل شيء ما بس هو شوي يعني هو كوضعيات تصوير مش الوضعيات الصحيحه انه ما تلزق تليفونك هيك ارفعه هيك لفوق واعطي مسافه لما بتعطي الامتداد والمسافه بتاخذ الصوره عاكس للوجه انه بتطلعك كامل على اي كاميرا بدها تصورك ما رح تقرب الزوم على وجهك كامل بدها تطلع كل الاساسيات اللي وراك طب. فهو الاساسيه المفضله انه لازم تكون صح من فوق عايزه اروح معاك الموضوع تاني في فيلم للعبقري الفنان الله يرحمه احمد زكي اسمه اضحك الصوره تطلع حلوه اجمل ما في الفيلم ده هو جمل احمد زكي نفسه ففي جمله من الجمل بيقولها بنته اللي كانت عامله دور منى زكي بيقول لها انا هصورك صوره عشان تفتكري ايامك الحلوه قد ايه الصور انا ممكن ابني عليها ذكريات صحيح. وقصص وحكايات تفضل معايا حتى لحد ما انا اكبر كالبومات مزبوط هلا شوفي رح اقول لك شيء انا على حقول لك عن تجربتي الشخصيه مو بالناس انا من النوع اللي قدس شيء اسمه روح الصداقه والرفقه فانا دائما باي جمعه باي مكان لما بروح عند رفقاتي لازم الكاميرا تكون مرافقتني هلا هنا ما بيكونوا منتبهين كونوا عم يحكوا اللي عم تطبخ اللي فايته على المطبخ اللي ماسكه الاولاد اللي عم تسكت كذا انا بلقط وبظبط وبنسق وهذا وبعملهم على فيديو وببعث لهم اياه يعني هن من نفسهم بيستغربوا بيقولوا انه عن جد سندس انت بتلاقي لقطات ومناسبات من دون ما نحن ننتبه وفعلا بتعبي بقلب الذاكره يعني بتضل خلص راسخه جوا احيانا الصوره بتخليكي تتذكري اللحظه المكان الدقيقه ترجع تعيش الاحساس يعني حتى لو مثلا انا بحكم انه كتير 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 أنا عندي رفيقة بروح لعندها يوميا وكذا أفوت معها على المطبخ وبساعدها بحكم أنه أنا ما بعرف أطبخ بس لما بصور الصور وباخذ اللقطات والطبخ وهيك بصدقا لما أحيانا بتطلع على الكاميرا وبتفرج على الصورة بشم ريحة الأكل تخيلي لوين بتذكر بفتكر الريحة في شغلة كمان سندس أحيانا بنلاحظ أنه أخذنا صورة مثلا إيهاب ما عجبتنا بس ما مسحناها ما عجبتنا صح بعد فترة من الزمن بس تذكرنا هالذكرى الحلوة لقيناها اوه والله صورة حلوة وكل واحد بيشوفها بيقول لك يا اخي الصورة حلوة هاي اخر شيء انت بتسأل حالك طب ليه انا شفتها ما حلوة يعني ليه حسب ليه هاي الطاقة اجتنا بالاول وبعدين تغير المسار هو لانك انت مثلا بتكون معتمد على وضعية معينة بالتصوير مثلا كسيلفي او مثلا صور للشخص عم يصورك ياهم فانت لما بتكون ماخذ الصورة على بمجهودك الشخصي حتلاقيها مو حلوة وحترميها لان في عندي صور كثير ما اخذتها انا على مجهودي الشخصي او فيك تقول كل الصور اللي انا بصورها لنفسي بس في صور مثلا اللي بيصوروني اياها الاشخاص انا ما بحبها ما بحسها انه هي مناسبه الي فبتركها بس احيانا بتمرق معي بالستوريز او اي شيء بتطلع هيك انه لا هي الصوره بوقتها اخذتها باليوم الفلاني كنت كذا فبتلعب دور كبير بالنفس فهذا الشيء عادي يعني طبيعي صحيح انا بحس كمان يمكن الشخص اذا بيكون مرتاح للكاميرا وحابب الكاميرا الكاميرا بتحبه يمكن هذا تعليق صحيح. على كلام إيهاب إنه في ناس بتقولك أنا ما بطلع حلو بالصور هو يمكن تعودك على الكاميرا أو حبك لإلها وطريقة عفويتك قدام الكاميرا هي يمكن اللي بتخليك تطلعي حلوة وكمان ثقتك بنفسك قدي الارتياح للكاميرا بيساعد المصور أو المصورة إنها تطلع البست هلأ شوفي أنا إجى علي فترة من فترة شهرين أنا ما مسكت الكاميرا بنوب ولا عاد قربت عليها أبداً لأنه حسيت أنه صايرة عم تاخذ من مجهودي ولما بصور هلأ ما حقلك أنه أنا إنسانة ما بعرف صور لا أنا إنسانة بعرف صور كتير منيح بس أحياناً في لقطات لما بصورها ما بتعجبني فخلص بتضل بالذاكرة أنه أنا صورت هاي اللقطة وكنت بأمس الحاجة إلها وما حبيتها فأنا لي فترة بصراحة بعيدة عن عن الكاميرا بعد فترة رديت رجعت يعني أنا صرت صور أشياء مختلفة عن الأشياء العادية اللي أنا بصورها صرت صور الأطفال المشاغبين جدا وهذا من أصعب التصوير عندي اللي بيتحركوا كتير اللي بيرقدوا كتير اللي بيمشوا كتير هذا أصعب تصوير بالنسبة لي صرت صوره فأنا تغلبت على شيء أنا كنت ما بحبه هذا الشيء بيخليكي أنك أنت تحبي هذا الشيء وتتميزي فيه فإنه المدى الارتياح بقلك أنا من بعد ما اتغلبت على الشيء اللي أنا كنت ملاقيه صعوبة مدى الارتياح عندي 100% خلاص صار. بقى دلوقتي كل حاجة بالنسبة لك سهلة بس عايزة أروح معاكي كمان للعلاقات الاجتماعية وعلاقتها بالكاميرا سمعنا شفنا كام نموذج مثلا الموديل اتجوزت المصور
من كتر ما هي شافت ان الصور هو اللي هو بيصورها جميله فبنى علاقه عاطفيه. بنشوف مثلا انه انا كتير صديقه مع دعاء وكلوز منها لانها بتصورني حلو جدا فانا بحبها جدا. هذا مهند صور. مهند صديقنا كده. فقد ايه الكاميرا ممكن تكون وسيله ان هي تجمع ما بين شخصين سواء كعلاقه عاطفيه او سواء كصداقه أو اخوه. هلا هو شوفي بصراحه انا كل رفقاتي بيحبوني مش هلا اني بصور اولادهم او فينا نقول انا بستخدم اولادهم كتصوير وبجرب فيهم يعني أتشاكو. انا عارفان هلا ان شاء الله بدهم حيحضروني فعرفاتهم احنا كله بيحبني. مثلا عيد ميلاد سندس كيف حبيبتي انت اول معزيم انت اول وحده قلت لها جيب الكاميرا ولا بلا قال هو يعني شوفي اذا بتجيبي الكاميرا بتضيفي لمسه خاصه قلت لها خلاص ما في داعي تعزميني انا جاي انا وكاميرتي. فهو شوفي حلو الانسان انه يكون عندهم بالشله مثلا شخص مبدع. هلا مثلا بشلتي انا في عندي صبيه بتغني صوتها كثير حلو انا مثلا بصور فانه حلو انه يكون في بين الاشخاص اللي حوالينا في موهبه. مزبوط يعني بتعطي طاقه حتى لهم. بدي اضيف شغله سندس احيانا بنلاقي اذا بدك تفوتي اي مطبخ بالدنيا مش مطبخ اكل مطبخ صح. تصوير ومطبخ اعلام ومطبخ غناء وفن وكل شيء. اي انا ممكن مشابه انا مذيع مثلا في كثير مذيعين بس في ناس اشطر مني وانا اشطر من غيري فكل انسان له بصمه. في شغله بدي اضيفها على قصه التصوير تعلمناها نحن اذا المصور ما لمس الابداع بصورته وما تعب مشانها واعطى من موهبته ما طلعت الصوره منيحه. احيانا في مخرج عن مخرج بيفرق بيقول لك هذا المخرج عمل لي قالب فني شيق وشوق المشاهد مع انه محتوى البرنامج ممكن يكون خلينا مش نقول ضعيف متوسط. بيقولوا عينه حلوه. ايوه عينه حلوه مثلا او برافو عليك يا مخرج او يا مصور اخذت الصوره بزاويه ما حدا توقع ياخذها. بالضبط يعني اللمسه هي اللي بتحكي عليها اللمسه الابداعيه هي بتاثر على جماليه الصوره بالله. صحيح يعني انا بيميزوني بين الكل رفقاتي بيقولوا لي انه انت عينك حلوه بالصور العفويه. انا بصراحه ما بصور صوره انه بخلي الشخص يوقف او يعمل حركه او بوز او اي شيء وصوره لا انا بشوفه هو عم يتحرك ويمشي بلقط الصوره فهي كمان بتعطي الخلفيه الحلوه ما له منتبه او عامل حركه او ماسك شيء هي اللي بتخليه كمان تضيف لمسه حلوه. احيانا كمان العدسه بتلعب دور كبير عدسه العين اللي هي عند المصور وليس العدسه تبعيه الكاميرا. مزبوط. بعدين بكفي انه كل ما الناس تشوفك بتبتسم عشان تصوري يعني كل ما حدا بيشوفك بتطلع لك الله حلو التعبير يعني وجودك بحياه العالم بتخليك بس اصدقائي مبسوط. انا عايز اسالكم بالاخص انت ايهاب اصدقائي دي بتاعت تماره تحيه ليها طبعا كنت عايزه اسالكم على نقطه انه قد ايه في ناس عندها هوس التصوير إيهاب أحيانا بتحول إلى مرض إنك أنت ممكن تفقد اللحظة الجميلة دي بس عشان تصور أو ممكن إنك أنت بتكون رايح فيكيشن عشان تصور وبتروح الفيكيشن بالتصوير طبعا. عندك ناس كده في حياتك عندهم الهوس أنت بقول لك رايح فيكيشن بس تفتح راح يصور رايح أوروبا وبراح بلد لبلد لبلد مسك كمان عم صور يعني انت ممكن تفقدي لحظه جميله في حياتك عشان بس تصوري يعني تفقدي شيء. شوفي بصراحه بحكم انه انا اشتغلت في هذا المجال وضليت فيه مستمره فيعني بالنسبه لي انه لحظه جميله لما باخذ الصوره الحلوه ما عاد فرقت اذا رحت بصراحه او ما رحت انه خلص بدي مصوره يعني هلا مثلا نجتمع بنروح على حديقه او مكان عام خلاص انا معروفه اني مصوره بضل قاعده عم بستناهم هن عم يلعبوا وتضحك وهي اللي عم تركض ورا هي وهي وانا قاعده عم بستنى بقى اللحظه الحلوه لقطها خلاص هذا الشيء صار مثل ما بيقولوا روتين بحياتي عم يمشي الدم بعروقي يعني بصراحه هذا المصطلح اللي فعلا انا حسيت فيه هن صاروا بقى يزعلوا علي ياخذوا الكاميرا يقولوا لي تعال العبي معنا لنصورك نحن. طب هلا ما بدنا نوثق اللحظه الحلوه هاي اللي احنا كلنا مجموعين بسندس يلا نصور حنتصور بس طبعا لازم نقول لك كثير شكرا ونورتينا وانسينا بصباح الخير يا وطن رح ناخذ صوره رح تاخذيها انت ولا احنا ناخذها سوا لا انا باخذها انا باخذها سوا نطلع بريك